طيب نروح لزميلنا العزيز وليد الحديدي من المغرب، يقول لنا الأجواء هناك عاملة إزاي. وليد مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. اهلا بيك يا كريم، تحياتي ليك. انا اللي بكون سعيد بالتواجد معاك دايما، تحياتي ليك ولكل مشاهدينك الكرام. حبيبي طمنا بقى على الاجواء هناك قبل ساعات خلاص من مواجهه النادي الاهلي واوكلاند باذن الله. والله الاهلي يعني سعيد الحظ، الاهلي كانه بيلعب في بلده، كانه بيلعب في القاهره. الجماهير المغربيه عامله حاله كده من التشجيع والمسانده والمحبه والدعم غير مسبوقه. يعني انا عمري ما شفت جماهير باستثناء دعم الجماهير المصريه طبعا لمنتخب المغرب في كاس العالم. الجماهير المغربيه حست يعني ان فعلا الروح المصريه في التشجيع، حتى هنا الناس في الشوارع والله بتقابلني كتير. احنا كنا بنشوف مشاهد المصريين على المقاهي وهي بتتابع المغرب في المونديال، وحسينا ان مصر هي اللي بتلعب. وايضا كمان اتكلموا عن المسانده الاعلاميه وحسوا بيها وحسوا بده، وبالتالي هم يعني طبعا بخلاف ان الاهلي كمان نادي عربي طبعا وبيلعب على ارض عربيه، لكن الجماهير المغربيه في كده حاله خاصه من الدعم موجوده. المعسكر النادي الاهلي طبعا كان في تطوان، ودي مدينه بتبعد حوالي 65 كيلومتر من طنجه اللي هتستضيف المباراه بكره ان شاء الله. الاهلي بدا معسكره واتدرب، وكان تدريبه الرئيسي النهارده وحضرناه، وكان مفتوح اول ربع ساعه. الناس مركزه جدا، اللعيبه مركزه، مفيش تسيب تقدر تقول، مفيش تهريج، كل الناس عارفه ان عندها مسؤوليه كبيره. هي مباراه مهمه لانها لا قدر الله يعني لو الاهلي خسر بيمشي على طول بعد المباراه وما بيكملش البطوله لانه دور تمهيدي، فهي دي خطوره المباراه. ضغط نفسي كبير، اوكلاند سيتي نادي بتصريحات مدربه، هو نادي ما حدش طالب منه شيء، ما فيش عليه ضغوط، فيدخل المباراه من اجل الشهره. الكره في اوقيانوسيا في نيوزيلندا مش متابعه عالميا، فدي بتبقى فرصه ليهم كل سنه ان هم يعرضوا كرتهم، يعرضوا نفسهم للعالم كله، فبالتالي عندهم هم دوافع مختلفه هتصعب الامور على الاهلي. مارسيل كولر يعني كانت تصريحاته متزنه جدا، محمد الشناوي كانت تصريحاته متزنه جدا، كلها ايجابيه وتفاؤل. الاهلي وصل طنجه ويعني زار كده ملعب المباراه اللي هو ملعب ابن بطوطه، ملعب طنجه الكبير، ويعني راح للفندق اللي هو هيبات في الليله دي في طنجه، ثم طبعا الذهاب غدا ان شاء الله لملعب المباراه. حفل الافتتاح يقال انه هيكون افتتاح مبهر ومختلف، وتم التحضير ليه بشكل كويس جدا، التذاكر كلها نفذت. زي ما بقول لك اعلام مصر هنا والله طنجه موجوده في كل مكان، وفي تطوان كمان انا يعني كنت في المدينتين، وحتى في كازابلانكا الناس مترقبه، وفي الرباط في كل مدن بتتكلم عن البطوله ومترقبه البطوله ومنتظره ان الاهلي وبدايته فيها. طيب انا عارف ان طنجه درجات الحراره فيها قليله شويه، الاجواء بكره هيبقى فيها امطار ولا حاجه، ولا الاجواء كويسه؟ يعني هو من حسن حظ الاهلي طبعا اول يعني تدريب للاهلي كان الامطار، وكان في يعني سلوب، والاجواء كانت صعبه جدا في تطوان. تطوان جوها ابرد من طنجه، وهي على مرتفعه يعني على اراضي مرتفعه وفيها مرتفعات، فبالتالي كمان في مناطق فيها جليد وسلوب. لكن من حظ الاهلي الحلو ان الحمد لله طنجه في الايام اللي فاتت يعني ولحد النهارده الجو بارد، وتحديدا في بدايه فترات الليل او مع يعني غروب الشمس بيكون بارد جدا، لكن ما فيش الحمد لله امطار ولا ثلوج ولا شيء، فهي اجواء كره قدم. والتوقعات بتقول ان بكره كمان باذن الله درجه الحراره هتبقى يعني وقت المباراه حوالي 15 او 14 درجه، وهي برضو اجواء كره قدم. يعني اعتقد ان النادي الاهلي باذن الله مش هيلاقي اي مشكله في الاجواء، الاجواء هتكون جميله وفقا للتوقعات باذن الله. التدريبات مغلقه ولا مفتوحه يا وليد؟ هو وفقا طبعا للرولز بتاعت الفيفا انه بيكون التدريب المفتوح قبل المباراه بيوم، التدريب الرئيسي، وبيكون مفتوح لمده ربع ساعه. دي القواعد بتاعت الفيفا. لو الجهاز الفني شاف انه عايز يفتحها اكثر من كده من حقه، لكن هو ربع ساعه دي الرولز بيتحتم على كل فريق ان هو يفتح التدريب بتاعه. بالتالي التدريب الوحيد المفتوح للنادي الاهلي كان النهارده اللي هو التدريب الرئيسي للمباراه في تطوان، وده اللي يعني حضرناه النهارده. طيب معلوماتك الصحفيه، هل في تسريبات عن تشكيل المباراه؟ يعني الكلام اللي طالع من خلال معلوماتي ومن خلال اللي شفته النهارده في الوقت اللي انا تابعت في المران، انه يعني مارسيل كولر مش هيغير كتير في التشكيل المعتاد ولا في الطريقه، نفس الافراد ونفس الخلاف مثلا على مين الثالث في وسط الملعب،
يعني هيختار اثنين من الثلاثة. دي يمكن الخلافات الوحيدة. طبعا في كلام ان محمد شريف هو اللي يكون رأس الحربة الاساسي، بخلاف كده يعني ما فيش اي تغييرات او مفاجآت متوقعة في التشكيل، هو نفس التشكيل وطريقة لعب النادي الاهلي اللي كانت معتادة في المباريات اللي فاتت. الزميل العزيز وليد الحديدي من المغرب، انا بشكرك شكرا جزيلا، وعايز اقول لحضراتكم فيما يخص تشكيل النادي الاهلي المتوقع لهذه المباراة.